جبت لكم العشاء هنا عشان صفيه تقعد تاكل براحتها. والساعه بت والساعه طيب. كتر خيرك ملوش لزوم والله يا خالتي. ازاي انت اللي معادك على الارض كده؟ ايه يا منار قعدها كده ازاي؟ ايه يا ماما كنت بذاكر، اخد بالي من مذاكرتي ولا من صفيه ولا عم... خلاص بل. لا لا منار مالهاش ذنب، انا جيت لحد هنا. طب قومي يا حبيبتي عشان تتعشي. قومي يا صفيه، ولا انت عايزه فتح اخويا يزعل مني ويقطع عني امداداته؟ يعني ايه مش فاهمه؟ يعني قومي علشان تاكلي لازم تاكلي كويس. وانا هروح اعمل لكم الشاي. معلش يا خالتي تعبتكم معايا كده. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده تعبتينا. ده ايه الا قولي لي يا صفيه، هو انت ما ينفعش تتكلمي يعني باسلوب تاني؟ اصل انت ساعات لما بتكلمي صعيدي انا بتوه منك خالص، شكلك كده مش لايق على كلامك. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني شكلك حلو وامور، ساعات كده بحس انك قريبه مني، بس لما بتتكلمي بحس انك واحده غريبه خالص. لغوتي يعني مش لد عليك؟ انا مش عارفه والله انت ازاي بتتكلمي كده مع انك مولوده هنا. طلعت لقيت ابويا واخويا الله يرحمه وامي بيتكلموا كده، وانت خبره يعني ان احنا كنا ساكنين بعيد عن العمار. قولي لي يا صفيه، هو انت ما رحتيش مدارس؟ اصل انا في اخر سنه في كليه التجاره. لا رحت لحد رابعه ابتدائي، وبعد كده ابويا بنى البيت واتنجلنا فيه، ومن ساعتها سبت المدرسه. انت عارفه ان اخويا فتحي بيحبك قوي، ياما عمل مشاكل مع ابويا علشان يتجوزك قبل ما تسافري. ايوه كان عقلي صغير، كنت فاكره ان احنا ممكن نتجوز بجد، ما كنتش خبره ان خالي عايز يتاجر فيا وعمره ما هيوافق بجوازه ببلاش. ما تزعليش نفسك يا صفيه، ما تحزنيش قوي كده. يعني اللي حزنانه منها بجد هي امي، ما كنتش فاكره ابدا انها تسيب خالي يبيع ويشتري فيا، ونسيت الكلام اللي قالته، نسيت انها جرت عمرها ما تتجوز بعد ابوي. اتجوزت وخلفت كمان، وفضل خالي يعايرني منها خلفت وانا ما عرفتش اجيب حته عيل من عيله الطوالبه يورثه. يا ايام مره، عمرها ما هتضيع مرارتها من حلقه ابدا. معلش يا حبيبتي، بكره احسن من النهارده ان شاء الله. بكره هروح لابويا انا وعمي منصور، وخايفه قوي ما يعذرنيش في اللي عملته، ساعتها يبقى الموت عليا اهون. انتوا جايين تلكحوا بلاويكم عليا؟ احنا جايين نحذرك ونقول لك لو تعرف مكان صفيه دلنا عليه. كلام ايه الخفان اللي بتقوله ده يا لندراوي؟ صفيه هربت من دارك انت، ما هربتش من دار اهلي. انا دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش، ما فيش قدامي غير حاجه واحده بس، انك لقيتها وتوتها. بقول لك ايه، عاشور جايد نار، ولو خرج لجابته يمكن ناره تبرد، لكن لو ما لقاهاش هيولع فيكم كلكم. صفيانه انا ما بتهداش لا من عاشور ولا من غيره، وانت عارفه كده. ابوي دلوك اكبر تاجر مواشي في الناحيه كلاتها، وبشاره من اصبع الصغير الارض حتنشق وتبلع سع عاشور ده لسابع قرار. ولد اتكلم على جدك يا ولد. ابراهيم انا عايز اكسب فيك ثواب يا ابن الناس، عاشور هيخرج قريب من السجن، وعايز لما يخرج تجهز له بنته وحقها وتشتري روحك يا ابن الناس. كلام ايه اللي بتقوله ده يا دندراوي؟ صفيه ملهاش حق عندي، انا اللي ليه عنديها حق كبير بعد ما طفشت من عريسها وجابت لي العار والعيبه على راسي. انا خلصت كلام لحد كده، وصفيه ليها اب يعرف يرجع حقها ويرجعها حتى لو كانت تحت التراب. تقصد ايه يا دندراوي؟ تقصد اني قتلت صفيه عشان هربت مني؟ قسما بالله لو كنت عملتها صح لعيالك التلاته يندبحوا زي الفرود قدامك وانت من بعدهم. بينا يا دندراوي، بينا نفوت على نعسه كمان عشان نخلص من ذنبهم التنين. يلا يا صفيانه وهم اللي جابوه روحهم. لا تقول الكلام ده يا ابوي. سيبك من نيها، دولية خرفانة زي اخواتها. لا يا ابوي شكلها بتتكلم جد. يحلتها ايه غير الكلام؟ تاني هام لسمع عاشور ده عايز مني ايه؟ ده انا جوزت له بنته جوازة مليحة طلعت منها بخمس فدادين في وسط ارض امها، يعني خدمتها وخدمت امها، يبقوا عايزين مني ايه تاني؟ لازم نتحرس منه برضو يا ابوي. وكمان نتفق ويا عيلة الطوالبة ونقف كلنا يد واحدة قصاده. الطوالبة اللي محكوكين لعاشور مش انا،
هم اللي كانوا حق بنته فرس جوزها لما مات، هم مع بعضهم يصفوا ويشوفوا حالهم. بقول لك ايه يا ابوي، بقول لك ايه، ما تكلم صاحبك الضابط بتاع المركز يعني اديله خبر علشان عاشور لما يطب يقبضوا عليه. اطمن يا واد، اطمن اني عامل حسابي زين، واللي اسمه عاشور ده لو هو بيمتي حفركه بين صافعي. روح روح الزريبه شوف البهايم كلت وتعشت ولا لا. لسه مقفل عليهم يا ابوي وعددهم ومطمن عليهم بنفسي ومعين الغفر كمان. لو بيعت البهايم دي صحت معاي هتوسع فيها قوي وابني زريبه كبيره كمان اكبر من اللي عندي دي. ايوه صح يا ابوي، ما نعرفش تجرة المواشي دي كانت غايبه عنك فين. ما كانتش غايبه عني يا وهدان، اللي كان غايب هو المال، ولما حضر المال كل شيء يهون اقتصاده. احلف لك 100 يمين يا سفيان ما اعرف مكان صفيه فين، وعبد الرحيم اخوي ما يعرف مكانها واصل. يا اختي عليكي بالك رايق ولا كانها بنتك اللي تايه، ولا ولد مهران اغلى عليكي من بنتك. مش حكايه غالي ورخيص، صفيه بنتي دلوقت كبرت وكلمتها بقت من راسها. هي قالت لي قبل ما تهرب، قالت لي لو ما ارتحتش عندك هتتاوى في اي حته وتستنى لما ابوها يخرج من السجن، ولو رسيت ولا حكمت تقعد في اي الكندب باب الحديد. ايوه 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 ايوه، يعني موضبها انت وبيتك يا اختي. يعني خلصت القول يا ست سفيانة ان الغايب حجته معاه وكلها يومين والحقيقة تبان. طيب يلا يا سفيانة يلا بينا عشان نلحق معاد القطر. يلا اكده يا راجل من غير ما حتى تشربوا كوباية شاي. معليش عندي مشاغل كتير قوي مش عايز الوقت يسرقنا. يلا بينا. بقولك ايه يا نعسة، ابقي واع اخوك يا اختي على عاشور يمكن يكون نسي طبعه. اسمع يا ست سفيانة، اخوك عاشور على العين وعلى الراس، لكن نعسة ما بقاش ليها صالح به واصل. نعسة بقت مرت راجل دلوقتي، وانا ما احبش انها تفكر في جوزها الاولاني. طب يا اخوي ما تتحمكش قوي كده، لو كانت دمت لغيرك ما كانتش وصلت لك. فتكوا بعافية. مع السلامة يا سفياني. مع السلامة يا دندراوي. سمع الكلام اللي يحرق الدم. اهم كلمتين قالتهم فضفضت عن قلبها، ما تبقاش غتت وتعلق على الحيفة. يعني لو خيروك بيني وبين عاشور تختاري مين من بيناتنا؟ اخس عليك يا مهران، ده كلام تقوله بردك. انا عايز رد دلوقتي، لو انا واقف قصادك بحالي ومحتالي وعاشور واقف اليمة التانية وقالوا لك اختاري راجلك تختاري مين من بيناتنا؟ كيف يا مهران؟ كيف اختار الراجل اللي خطفني من وسط اهلي بالغصبانيه ولوي الدراع؟ كيف اختاره على الراجل اللي حبني وريدني في الحلال من صغري وفضل عايش الحلم ده لحد ما تحقق؟ يعني كنت هتختاريني انا؟ ايه اللي شفته من عاشور غير الخوف والرعب وحرقة قلبي على ضناي اللي اتقتل وهو في عز شبابه عشان سمع كلام ابوه وكان عايز يبقى معلم؟ يعني ما كنتيش بتحب عاشور؟ مهران انا مرت مين دلوقت؟ والله ما خبرش، حاسس ان دور انتهى لغايتك ده، وان عاشور خارج من سجنه عشان يستلمك مني. تبقى بتحلم يا مهران، عاشور لو جه هنا على البلد مش ممكن يبص في خلقتي واصل حتى لو كنت آخر حرمة في البلد. مش فاهم. يعني عاشور ممكن يقتل عشان جنيه وما يشترينيش ببلاش. مع اني كنت فاكره انه هيكون محروق مني عشان اتجوزتك ويحاول ينتقم مني علشانك. لا انا مدام رضيت بغيره عمره ما حيبص في خلقتي واصل. هو يمكن يطالبني بحق البيت اللي بعته واللي كان كاتبه باسمي، لكن الحمد لله الخمستاشر ألف جنيه مع أخوي عبد الرحيم يعني دلوقت ملوش عندي حاجة واصل. ريحتيني الله يريح قلبك.
زيارة خاصة ليك يا عاشور، مش صابرين لما تخرج منهم بكرة. كيفك يا أبويا وكيف حالك؟ تكتي فين يا بنت؟ وكيف تعمل عملتك السودة دي؟ يا أبويا الدنيا تجد بي، ما لقيتش غير عمي منصور هو اللي غيتني ويتويني في دار. بنتك عندي في الحفظ والصوم يا عاشور مع بنتي. كتر خيرك، بس هي لآخرك المدة دي كلها عشان تقول لي. أنا أول ما عرفت إنك خارج بكرة وبالسلامة قلت أجي لك أطمن عليك وأطمنك على بنتك وأرحب بيك ضيف عندي. كلك واجب يا الأستاذ، بس أهلنا ولبينا شايلينك العوزة. ده اسمه كلام يا معلم عاشور، هو ده بقى يعني رد الجميل. انت حداك ولد من عمر المرحوم ولدي، وما كانش صح ان صفيه تفوت دار عمتها وتروح لك. يا ابويا افهم، انا هربت من دار عمي دندراوي لما حسيت ان في عركه كبيره قوي هتكون بين عمي وبين خالي، وبعدين انت لو مش مصدقني اسال عمتي صفيان. تبات الليله حد عمتك، وبكره الصبح بمشيئه الله حصلك اللي فيه الخير ربنا يعمله. انت عندك شك يا عاشور ان بنتك عندي هتكون في الحفظ والصون زي بنتي؟ لو بنت وسط مليون راجل هتصون روحها. انت كتر خيرك لغايه كده، بس كان واجب عليك تبلغني اول ما راحت لك، مش تسيبني اموت 15 يوم. انا اللي محجوج يا ابوي، انا اللي ما رضيتش اقول لعم منصور على مكانك لحد يعني ما اتاكدت ان انت جربت تخرج. كان يبقى جميل بحقي لو كنت رديت الناس. يا راجل بقول لك ان بنتك كانت قاعده مع مراتي وبنتي في بيتي. يا شقتك تتحمل نفس حرمه عازبه مع نفس راجل بتضر ولدك من غير حرمانيه؟ لا يا ابويا انت فاهم غلط، عم منصور حداه سرايا كبيره قوي دورين وفيها مطار احيان، يعني انا لو كنت بحس بابن ولا هو بيحس بي. يا سيدي ربنا وسعها علينا. على كل حال انا دلوقتي فهمتك وعذرتك، بس لعلمك برضه لو انا المكان كان ضيق عندي كنت قعدت فيه بنتك وطردت ابني. بقى كده ريحت قلبي، الله يريح قلبك ويزيدك من وسع كمان وكمان. قلت ايه؟ انت هتخرج من هنا على البيت عندي ضيف عليا. انت عملت اللي عليك واكتر. انا بدي تشيع صفية حدا عمتها عشان تطمن عليها. وانت يا سي منصور جميلك العمر كله على راسي من فوق. يعني انت خلاص يا ابوي راضي عني ومسامحني؟ انت بقالك غير يا بنتي عشان اغضب عليكي. وطمني يا صفية، طول ما ابوك عايش اعرف ارد لك كرامتك وحقك. ها خلصتوا؟ مش كنتوا تخلوا شويه بكره؟ وتشكرين يا جناب المأمور. وتشكرين يا سي منصور. ابو تشكر لك دلوقك عشان جايز ما اشوفكش بعد كده. واتشكر لك. ما تقولش كده يا عاشور، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. عشان أرجع لبنتي كرامتها وأحافظ لها على حقها جايز ما يبقاش عندي لا عمر ولا صحة. حسك عينك أنت وهي تجيبوا سيرة الشقة اللي كانت فيها صفية، فاهمين؟ معاك حق يا عم، أبويا لو كان خرج ولقاني في الشقة دي كان قتلني فيه. إحنا يا بنتي ننسى اللي فات، وانت اول ما تجهزي انا مستعد اوصلك لحد عمتك. ما تقولش هم عمتك، اني هروح افهمها ان ابويا سامحني. لا انت رايح احسن يا حاج، ويعني ما تتعبش نفسك يعني، وانا هوصل صفيه لغايه عمتك. لحد سرعة البراني وبس. ماشي، بس انا عشان كنت عايز اتكلم معاك. لا ما هو مش هينفع كده يا اخوانا، خلاص خلصنا. ايه مش وقت هزار ومجاملات؟ في ايه بس؟ لو حد شافها نازله من عربيتك الدنيا هتتقلب من اول وجديد، مش هنخلص. ربنا يستر. معلش يا بنتي انا عايز اقول له كلمتين على انفراد بعد اذنك. تعالى كده شوف بقى يا هبه، قولي لي بقى ايه هي المفاجاه دي؟ الله يخليك. الاهرام موجود عندي، صفحه كام؟
مش معقول ده فعلا القصه بتاعتي واسمه اهو. وريني كده وريني وريني يا اختي وريني. اسم الله اسم الله بركه بركه ابني حبيبي اسم الله ربنا يحميك ماما. يا ابني ماما مبسوطه وفرحانه قوي عشان اسمي نزل في الجورنال. طب بص يا هبه انا هقفل بقى وهكلمك تاني. ها لازم اقرا القصه ده. انا هجيب 100 جورنال. سلام. وريني اسم ابني مكتوب فين يا بنت. شاوري لي على اسم ابنك اهو. ديك مصيبه. عارفه ده يا ماما معناه ايه؟ معناه ايه؟ ده اعتراف ان انا مؤلف. لا طبعا دي الواسطه يا استاذ. الواسطه هي اللي عملت عمايلها. واسطتي طبعا. انت قصدك تقولي ان دي مجامله من حسين السمانه ابو هبه يعني؟ يا بنت انت مالك سماويه كده ليه؟ المهم ابني نزل اسمه في الجورنال. لا يا ماما لا دي تفرق كتير قوي. ما تتاثرش قوي كده يا اخويا. بكره اسمك ينزل على طول يا عم. طول ما علاقتك بهبه بنت حسين السمان رئيس التحرير كويسه. يا بنت وانا ايه علاقتي بهبه دي اساسا؟ ايه هبه دي مش صاحبتك انت؟ خلاص يبقى تسالني بقى وانا اقول لك القصه بتاعتك نزلت ليه يا جميل. عليك يا بنتي يا باي. البنت دي عايزه تنكد عليك وخلاص يا دنايا. معلش حقك يعني الحق عليا ان انا عايزاه يستغل الفرصه وينزل له كام قصه كمان. هتفرق في ايه بقى؟ هضحك على نفسي يعني؟ يا ابني هي الدنيا دي اصلا ماشيه على كده مصلحتك. والنبي يا طيب تشغل دماغك شويه يعني. خليك ذكي ولا يهمك منها. اصل البنت دي غيرانه منك. يا سلام وانا هغير منه ليه ان شاء الله؟ طب مش انا اللي معرفاك على هبه؟ احلف كده. طب انكر بقى. خلاص 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 بقى اسكتي اسكتي شويه. طب هتشوف الخطوه الجايه هيحصل فيها ايه. هتلاقي هبه بتكلمك في التليفون وتقول لك يا طيب بابي عايز يشوفك علشان عايز يقول لك شويه ملاحظات على القصه بتاعتك. انت ما تهمديش. بقول لك اسكتي بقى. غوري غوري بعيد عني. منك لله يا منار يا بنت بطني. مفتريه البنت دي سوسه. ولا يهمك يا دناي. ان شاء الله اسمك هينزل منور كل يوم في الدش. تعالي يا بنتي اتفضلي تعالي. اهلا وسهلا بابا. اهلا يا وحش. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا وحش. الله يسلمك. اهلا قاعد معانا كام يوم بقى ان شاء الله؟ خميس وجمعه بس. بارك له يا منصور. قصته واسمه نزلوا في الجورنال. تعالي تعالي. الحمد لله على السلامه. تعالي يا ضنايا. تعالي الحمد لله على السلامه. تعالي تعالي يا صيف. اتفضل اتفضل. تعالي تعالي احكي لي. هات خش يا سيدي. ايه بقى الحكايه؟ دي القصه اللي كنت حكيت لحضرتك عليها قبل كده. يظهر ان هبه عايزه تلضم معايا بجد. بس مش هتوصل يعني انها تنشر لك في جورنال رسمي. مجاملة. لا يعني انت فاكر ايه بس يا الحكاية كده فوضى سبها. لا 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 يا ابني ده جورنال بيقراه ملايين القراء. وطبعا لو المسألة بالشكل ده مش هتوصل ان هم ينشروا لك ويتعرضوا بقى للنقد اللي هيسمعوه من النقاد والصحفيين والقراء. يعني حضرتك تفتكر ان قصتي تستاهل النشر فعلا؟ اكيد والا ما كانوش ينشروها طبعا. خلي بالك ان اي مجامله في الدنيا لها حدود. وحدود اي مجامله ان ما يحصلش ضرر على اللي بيجامل ده. واكيد ابو هبه مش عايز حاجه تضره طبعا. اكيد الراجل ما يحبش يسمع له كلمتين عشان خاطر مؤلف فاشل. مش كده ولا ايه؟ اكيد الراجل لقى في حاجه تستاهل انه يساعدك. الو. ايوه انا الطيب منصور. مين معايا؟ اهلا وسهلا يا فندم. بجد حقيقي عجبتك فعلا يا فندم؟ ده شرف كبير ليا. طب حضرتك قول لي العنوان. ايوه ايوه عارفه. خلاص اوكي انا هكون موجود في الميعاد. انا متشكر جدا يا فندم. الف شكر. مع السلامه. خير يا ابني. مش هتصدق يا بابا ده منتج سينمائي كبير جدا عايز يشتري القصه بتاعتي ويعملها فيلم سينما. يا سلام. الف بركه يا حبيبي. اسم الله يا طيب. انا كنت متوقعه لك النجاح. صدقني مبروك يا طيب. ما تعرفش مني. ها ماشي يا عم. انت يا جدع انت ما بتهنيش اخوك ليه؟ لا 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 هنيه هنيه طبعا. طيب حطيت شبيه سمهران. احداك ايه غير الشاي يا ولد؟ حلب حاصل لو عايز. والد انا اياك. على كده بقى كل الرجاله اللي في البلد دي هيقلبوا. اصل كل اللي بيقعد في القهوه دي ما بيطلبش غير حلب حاصل. ما تتعادل في كلامك لجوم اصبغ لك اصداغك. يكونوش يا معلم فاهمين ان عاشور الصمتي هيرجع من السجن عشان كده بيعملوا حسابهم من دلوقتي. ليه؟
وعاشور كان هيخلي رجاله البلد تستخبى في بيوتها زي الحريم وتشرب حلبه. مش كل الرجاله يا معلم، يعني انت مثلا هعمل لك شاي وشاي تقيل كمان على قد همك مع عاشور. قصدك ايه يا ولد فرطوس؟ بهزر معاك يا معلم بهزر. انت عارف يا معلم انا مستدعك قوي، لانك لا بيهمك عاشور ولا حسان ولا الصمطيه. وهيهمني ليه؟ كان بيناتنا ايه عشان اخاف منه؟ طب وانا مالي يا معلم، انت بتمسك فيا انا ليه؟ هو انا اللي قلت لك اتجوز مراته؟ بس بس خبريه يا مهرام. مالك يا مهرام متروق دمك؟ خد ياد روح هات له كوبايه حلبه يروق بيها دمه. خد يا معلم. حتى انت يا كبيرنا خلاص بقيت ماتل في وسطيكو. ايه وانا وحدي بس اللي ليا طار مع عاشور؟ وش دخل عاشور في كلامنا يا مهران؟ بالاذن اروح ازرع ارضي كلها حلبه، يمكن تنفع رجالة البلد. الحلبة الحاصة يا معلم، ده بان عليك جنن. خد ياد هنا، تعال هنا. انا قلت لك تسخن الرجال على عاشور مش تخوفهم منه. ايه ده يا فتحي انت خارج؟ ايوه ماما، هوصل صفية لعمتها. نبي استعجليها الله يكرمك. تعالى إيه؟ سيبك من صفية دلوقتي. إيه؟ فتحي انا زعلانة منك، حاسس في نفسي قوي اللي انت عملته من شوية مع اخوك الطيب. ايه عملت ايه لطيب؟ المشكلة انك ما عملتش. المفروض يا فتحي يا ابني تاخد اخوك كده في حضنك وتدهده عليه وتحسسه انك فرحان له. يا سلام. ما كفاية عليه حضن ابوه وامه ليل نهار، ناقص حضن انا كمان. وانت يعني كان هيجرى لك ايه لو خدته في حضنك عشان يفرح بالقصة الجديدة اللي كتبها؟ ايه يعني عمل ايه يعني؟ كلمتين كتبهم في الجورنال. ايه هنقعد بقى كلنا نرفع له تعظيم سلام نشكره ونهننه؟ ايه يعني ايه اللي حصل؟ ايه فتحي خطوه حلوه يستاهل نشجعه عليها. والله ما حد مخسره الا دلعكم فيه. ايه يعني الكلمتين اللي كتبهم دول هيدخلوا قرش البيت ده؟ ده كلام فارغ. مش انا اللي كنت بترمي على الرصيف في المواني عشان ادخل الوفات للبيت ده وارجع ما حدش يقول لي الحمد لله على السلامه ولا حتى شكر. خسارك يا فتحي، وانا يعني يا ابني بفرق بينكم؟ طب ده حتى انت بالذات ابن عمري لما بتغيب شويه عن البيت روحي بتروح مني. بقولك ايه يا اما انا دماغي وجعاني، ها ما بفكرش غير في الشغل وبس. مش ناقص عليا دلع ولادك اللي مفيش على الحجر غيرهم. كفايه عليهم بقى ان هم دخلوا كليات وخلصوا جامعه في الوقت اللي انا كنت شقيان فيه، يحمدوا ربنا قوي. سلام. يا حبيبي إيه؟ اسمع كلام امك، اخويا اخواتك بيحبوك. طب ده حتى منار اختك حتى صفيه في عينيها الاثنين عشان خاطرك. يا سلام، هو ببلاش ده؟ دي لهفه مني 500 جنيه بحجه تصليح العربيه. يا الدفع يا تنكد على صفيه. ونبم طيبه طيبه قوي، الله يكرمك استعجلي صفيه. ولا فتح اصدق ولا ان انت مخك ده مش مظبوط، عايز برايق. ربنا يروق بالك يا ام الطيب. خلاص هتسيبيني يا صفصف؟ خلاص صفصفت عليك لوحدك، دمك بقى خفيف. بقولك ايه، هو مين هيوصلك؟ فتحي مع انه ملوش لزوم التعب، تاكسي بخمسة جنيه يوصلني، لكن تقولي ايه بقى؟ واضح ان ليكي معزه خاصه عند فتحي اخويا، بدليل ان هو كان موصيني عليكي. اه مع انه مش خابر يعني اللي زي مفروض تعيش بين اربع حيطان لحد ما تموت. يعني ايه؟ انتي ما ينفعش تتجوزي تاني؟ ومين يقبل يتجوز عزبه زيي الا اذا كان سبق له الجواز وعنده عيال عايز يخدم؟ وفي الحاله دي بقى خدمه ابويا اهون من خدمه الغريب. طب ليه ما تتجوزيش واحد ما اتجوزت قبل كده زي اخويا فتحي مثلا؟ صعب صعب، الحاجات كتير ما تفهمهاش انتوا يا اهل البندر. لو عملت زي ما انت بتقولي كلام الناس هيكتر، كلام ممكن تطير فيه رجاب. عشان كده عاوزاكي تعملي فيا معروف وتقولي لفتحي يبعد عني، بلاش يسوق سمعتي على الفاضي. لا انا ماليش دعوه، قولي له انت الكلام ده. لا ما اقدرش اقول، ما اقدرش اقابل معروفه ليا بقله اصل مني، مع اني صديته وقلت له كتير. هو اكيد فاكر ان خروج ابويا من السجن هيهون المسائل، عشان كده عشان خاطري قولي له، قولي له بلاش يفكر فيه، بلاش يفتح ابواب جهنم عليه. ابويا ما يعرفش الحب ولا يعترف به ابدا، حتى ولو كان من طرف واحد. والله زي ما بقول لك كده يا هبه، ولقيت المنتج ده بيتكلمني وبيقول لي انا عايز القصه بتاعتك اعملها فيلم سينما. انا بيني وبينك الاول افتكرته حد من اصحاب الرخمين عامل فيها مقلب. يا شيخه يعني باباكي هو اللي اداله نمر تليفوني؟ يا فتحي فتحي. ايه يا حاج؟ لو سمحت روح انت وصلها وابقى حصلني على السوبر ماركت. ما تقلقش يا حاج، انا عمري ما سمحت لنفسي ان
اكلم صفية كلمة زيادة، حتى لما كنت بروح ازورها وهي لوحدها في الشقة. انا اعرف انها متربية على القيم والتقاليد، مع انها تبقى بنت تاجر مخدرات، بس ده ما يمنعش اني انا احذرك. انا عارف الاصول، انا هستنى لغاية ما الاقي لها راجل واكلمه. استغفر الله العظيم، انت يا ابني ايه حكايتك؟ ما بتفهمش؟ ما بتفهمش عربي؟ الله، مش قادر تفهم الظروف اللي احنا فيها؟ يا حاج انا بحبها وما حبيتش اي حد غيرها، انا عايزك تحس بيها شويه. الظاهر اني انا تهاونت معاك كتير قوي. اتفضل حضرتك روح على المحل وانا هوصلها، بس اياك بقى يبلغني ان انت اتصلت بيها او بابوها. انا خلاص جاهزه يا عم منصور. اتفضل يا بنتي، انا خلاص انا اللي هوصلك، لانه فتحي جات له شغلانه مهمه. لا متشكره، انا هاخد تاكسي سكه ما تتوهش. لا يا بنتي، انا وعدت والدك اني انا اوصلك ولازم اوفي بوعدي. اتفضلي. متشكره قوي يا عم منصور، متشكره يا سي فتحي. كلميني يا بنتي وطمنيني عليك. حاضر، عن اذنكم. هيفضل لحد امتى متحكم فيا كده؟ ايه ايه في ايه يا فتحي؟ بس ان عطى بسكاتك انت يا عم الاديب، خليك في القصص بتاعتك. ايه في ايه؟ عاوز ايه يا فتحي؟ هسحق. الله، زي ما بشغل واعمل اللي هو عايزه، هو كمان يسيبني اعمل اللي انا عايزه. ايه اللي انت عاوزه؟ تتجوز بنت تاجر مخدرات؟ ويا ريتها بنت بنوت اللي متجوزه قبل كده وراها مشاكل ياما. ما هو سبب المشاكل دي لو سابنا جوازها من الاول ما كانش حصل اللي حصل. ايوه، عشان يطلع المعلم عاشور من السجن ويجي يسكن هنا مع بنته، ويبقى بيت الحاج منصور ساكن فيه تاجر مخدرات، وتوقف حال اختك وحال اخوك. ايه يا اخي، بص لنا شويه، هو ده اللي انت عايز تعمله؟ وما حدش بيبص لنا ليه؟ قلت لكم 100 مره بحبها بحبها. وبعدين انا كنت هقول لابوها مالوش دعوه بيها. يا ابني حبيبي اسمع الكلام، الله يرضى عليك يا ضنايا. يا حبيبي شوف واحده غيرها، ولا خلقها ما خلقش غيرها، ولا انت بتدور على اي مصيبه ترميها علينا؟ اسمع يا فتحي، انت اخويا الكبير والمفروض اني ما اقولكش الصح من الغلط، لكن لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده انك بتبص لمصلحه نفسك بس، لكن ابويا بيبص لمصلحتنا كلنا، ومصلحه الجماعه اهم يا فتحي. طبعا، ما انت لازم تقول كده، ما انت حبيب ابوك. يا عم اسأل بنتك المرة اني قلت لها ايه قبل ما انزل. يا بنتي، هو فتحي ابني ده على قد ما هو جدع ومدردح، بس للأسف هو ما بيعرفش يوزن الأمور صح. طبعا يا بنتي انا لا سمح الله ما اقصدش ان انا اقلل من قدرك ولا حاجة، في النهاية كلنا اولاد حواء وآدم. من غير ما تقول حاجة يا عم، اني عارفة حقيقة نفسي كويس، وعارفة ان فتحي ما ينفعنيش ولا ينفعه، عشان كده انا هخليه يبعد عني عشان ما يسوق سمعته ولا يسوق سمعتي. انا يا بنتي عايزك تطمني، ابوكي هيخرج من السجن وهو ندمان، ومؤكد انه هيبقى عاوز يتوب ويبتدي حياه من اول وجديد. اوعدك ان انا اساعده، بس برضو في النهايه يا بنتي انتوا من سكه واحنا من سكه. مش قلت لك يا ولد عمي بنتك هتتصرف زين؟ ربنا سترها يا ششتاوي، كان برج من عقلي هيشد لما منصور قال لي انه خد صفيه تعيش بداره. قلت روحي كيف، ده داره شقه صغيره وعنده شاب من درموس عبد الله يرحمه عنده يجي 30 سنه، كيف بدي تعيش وياهم؟ لكن الحمد لله طلع منصور عنده سرايا كبيره، وصفيه كانت عايشه مع مرته وبنته. وجاب ده كله منين ولد الفقرة ده؟ سبحان العاطي الوهاب، احنا بقالنا هنيه سنين طويلة ششتاوي، محدش عارف ايه اللي حصل برا في الدنيا. ده بيقولوا بقت حاجة تانية خالص، عمارات وزحمة وناس. على قد الدنيا ما اتملت ناس، على قد قلبي ما اتملى غل وحسرة. ما قلت ليش يا ولد عمي؟ وناوي تعمل ايه بعد ما تخرج من السجن؟ رب القلوب هو اللي يعلم.
ناوي تشتغل في شغلتنا تاني ولا؟ شغلتها ششتاوي نعصبات الدار والدكان وخدت الفلوس يا أخوها وقريت على كنت كده دول بابتي كمان. على العموم يا ولد عمي أنا بخلص ضميري وبقول لك مكانك محفوظ، ولدي عدريس بقى معلم كبير أوي في السوق وبيشتغل في أصناف تانية غير الحشيش. شغلانة ما تلزش هنبيع برشام ما نفتحها الدخانة يا أك. هو برشام وبس، برشام وبطرة وحقن، شغلانة عفشة ما تليقش بمعلم كبير مالوه دومه. على العموم يا ولد عم فكر ولو لزمك حتلاقيني موجود. ربنا ادانا عمر ابقى افكر في اللي بتقوله. انا ما اقدرش اخالف اوامر الفولي بيه عشان ارضي المعلمين الصغارين. يا معلم ابنوب انت فاهم وانا فاهم ان الصغارين عايزين ياكلوها ولعه. ما نقدرش ننزل في الاسعار، دي اوامر الفولي بيه، احنا لو عملنا كده يبقى بنخالف اوامره. اجتماع ايه؟ لا معلش مش هقدر احضر الاجتماع بتاعكم ده، ابويا المعلم الششتاوي خارج من السجن بكره ولازم اكون في استقباله. مع السلامه معلم، مع الف سلامه. من شر حاسد اذا حاسد. مالك يا سيدي المعلمين مقفل كده ليه؟ المعلمين عايزين يوقعوني في الغلط عشان يوروا الفولي ان انا بخالف اوامره. ما تسمعش كلامهم، وطول ما انت معاك كبير تكبر. الناس هتولع يا جدعان، هيولعوا من الغيظ، عايزين يفرقوا ما بيني وما بين الراجل باي طريقه. حرص من ابنوبي ده بالذات، لانه منكد منك من ساعه ما البيه سوى رصب براسه. ربنا يكفينا شر الحاسدين يا نجات. المهم وضبت اوضه ابويا ومليت الدولاب هدوم زي ما قلت لك ولا لا؟ طلباتك اوامر، هو انا اقدر اخالف اوامرك يا سيدي المعلمين؟ طب يا نجات عايز منك كمان بقى خدمه. اؤمر. لما ابويا يجي يخش الشقه عايزك تحضري كام واحده كده عشان يزغرطوا ويطبلوا اول ما يخش. اوامرك، بس ضروري تعمل ليله في الشارع. لان الشقه هنا يا اخويا مش هتساعد الناس كلها وهتتبهدل كمان. نعمل انوجة، واحنا عندنا كام معلم ششتاوي؟ ايوه يا نعسه، بقول لك احنا لقينا صفيه خلاص. لقيناها كانت قاعده عند ناس قرايبنا، المهم انها بخير وخلاص، وابوها خارج بكره بالسلامه وهو هيشيل همها بقى. بس قبل ما يشيل همها لازم يرجع حقها. انا بقول لك اهو. سلام. وحياجي ياخد حق بنته من مين؟ قولي لها حقها عند الطوالب ومنه ليهم يصطفوا مع بعضيهم. قفلت السكه ما ردتش عليها كلامي. عنه ما رد، خليها هي واخوها يغوروا بعيد عنينا. يبقى خلاص لازم نرد له ال 15,000 جنيه تمن البيت اللي بعناه انا وانت. بتقولي ايه؟ نرد له 15,000 ايه؟ 15,000 جنيه؟ ليه؟ تجاوزك ببلاش. خلاص اعتبرهم مؤخر صداقي وخدناهم منيه عافيه. لا يا اخوي، لازم نرد له ماله ونسد خشمه. خلاص لما ربنا يوسعها وابيع البهايم ابقى رد له فلوسه، حديله كل سنه 1000 جنيه، يعني اتجوزك بالتقسيط. ان كان على عاشور هيجي هنا على البلد وهيرد على مصر تاني. الدور والباقي على حسان اخوه، عايش هنا وسطينا مش هينيمنا الليل. هتخرف تقولي ايه يا نعسه؟ حسان خلاص مات ورجاله الجبل اتقبض عليهم كلاتهم في الحمله الاخرانيه بتاعت الحكومه. انت اللي هتخرف يا اخوي، حسان لسه عايش. ايه بتقولي ايه يا نعسه؟ حسان لسه عايش؟ من ما بنسمعش عنيه ليه؟ لانه بطل الشغل الهايف بتاع زمان، دلوقتي بيشتغل في السلاح وفي المخدرات ورجالتهم بيجيهم بكوم بيجيهم الطاج عشرة. لا بتخرف يا نعسة، حكاويكي كتيرة وملهاش لزوم عندي. انا بحذرك يا اخوي وخلاص، ان كان علياني انا اتطلقت من عاشور بشرع الله واتجوزت بشرع الله،
وما دام رضيت بغيره يبقى مش ممكن هيبص في خلك دي واصل. الدور والباقي عليك انت وعيله الطوالبه اللي سرقته ماله وملبته. فوتك بعافيه يا اخوي. يعافيك يا اختي ويقدرك. قال عاشور هيخرج ومال ما يخرج ابو زيت الهلال ياك. بالشكل ده يا حاج نظامك المحاسبي هيكون مظبوط وهتقدر تعرف كل حاجه تدخل وتخرج من السوبر ماركت. معاك حق يا ابني، النظام القديم بتاع ايام البقاله والاستيراد ده كان ينفع زمان لكن دلوقتي ما بقاش ينفع. وانا شايف يا حاج انك تصفي مكتب الاستيراد دوت، هنسد باب ضرايب كبير قوي علينا، وغير كده انت ما بتستفدش منه زي الاول، خلاص ما بقاش في انفتاح خلاص. ايه رايك يا فتحي، تحب نروح لعطيه نخلص مع الموضوع ده بالراحه كده؟ ايوه حاج، بس احنا يعني يمكن نحب نستورد حاجات مخصوص للسوبر ماركت، ولو احتاجنا حاجه نبقى نخلي عطيه ده يجيبها لنا بدل ما يتقال علينا ان عندنا تعدد في النشاط التجاري. خلاص يا حاج اعتبر المكتب اتصفى خلاص، بس احنا برضو يعني لازم نساعد عم عطيه شويه، انت عارف يعني ظروفه ما تسمحش يشتري نصيبنا، ده غير ان الجمارك بقت حاجه ايه تقطم الوسط. اصله حب يعمل عنتر وتجوز اتنين، الجوازه التانيه دي بقى نحسته وجابت له الفقر. حاكم الستات دي اقدام، في ست بيبقى قدامها خير وسعد، وفي ست ما يجيش من وراها الا الخراب ووجع القلب. ايه مالك يا بنتي كربانه ليه؟ عطل هم ابويا وخروجه من السجن. هو مش سامحك خلاص يبقى تعتلي همه ليه؟ خايفه يروح البلد لامي وخالي، واني عارفه ان هو لا يمكن يفوت حاجه ابدا. عندك حق يا بنتي، انا كمان خايف من كده. المصيبه انه خلاص حق ضاع، عمران كتب كل حاجه لاولاده قبل ما يموت، وخلاص الورث اتوزع. تاني هم بقى امي دلوقتي بقت في حما راجل تاني، واكيد اكيد لا يمكن يرضى انها تقعد مع ابويا ويقعد يحاسبها، يعني ماليش اي عوزه مروحوا البلد. ما تقوليش كده يا بنتي، ربنا قدرني وعجله عشان يعوض اللي فات ويبص لمستقبله. يا ريت النبي تقول له يا عمي اني مستعده افضل قاعده تحت رجليه ونعمل محل فاكهه تاني ونبيع من جديد. انت بتحلم يا صفيه، اللي راح ما يتعوضش، وديكي شفتي داركم القديم اللي امك بعته بقى دلوقتي سوبر ماركت وعمال يلعلط في وسط العماير. يعني لو كانت امك ما بعتش الدار بتاعكم القديم كان زمانه دلوقتي يسوي شيء وشويات وكان ستركم. خلاص نشتري بيت تاني في اي واحد. اسمعي، ابوكي عنده 10 فدانين في البلد ممكن يبيعهم ويبتدي بتمنهم. يا ريت اقنعه بقى بالكلام دوت، يا ريت على الاقل يبعد عن امي وخالي وعمره. اللي قدرنا عليه ربنا هعمله، بس انتي قولي يا معين على الاقل 5 تورتات احجام مختلفه، واوعى تنسى تورته عيد ميلادي الاصليه، ومش هوصيك على الباقي بقى. يلا سلام. تنسيش تعزيمي هبه؟ لا يا اخويا اطمن، ما دام عارفه انك موجود هتيجي. انا مش عارف انت ليه مصره تحسسين ان انا عمرو دياب وانها هتموت علشان تقرب مني. لعلمك الخاص بقى انا في كلامي معاها بحس ان هي ما بفكرش فيها خالص. بسيطه، ما تحضرش عيد ميلادي بكره وشوف ايه اللي هيحصل، 5 دقايق هتقعدهم وبعد كده جري على الشارع. يبقى اكيد بقى هتطفشيها بغلاستك المعتاده علشان تثبتي ان انت صح. طيوبة حبيبي انت جيت. الحمد لله على السلامة يا دنايا. قولي طمني عملت ايه مع المنتج بتاع الفيلم؟ المنتج انت عارفة طبعا يا ماما انه عجبته قوي القصة بتاعتي، ما انا كنت رايح النهاردة مخصوص علشان امضي العقد. يعني من غير واسطة طبعا. طبعا يا اخويا من غير واسطة. واسطة ايه؟ المهم مضيت معاه ولا لا؟ للأسف يا ماما، ما أنا لما قابلت المحامي بتاع المنتج وعرف إن أنا لسه في الجيش قال لي ما أقدرش أمضي أي عقود إلا لما أجيب موافقة من القائد، ولما المنتج عرف بقى إن أنا فاضل لي شهر واحد وخلص قال نستنى الشهر ده. يا أخويا ما تزعلش نفسك، كل تأخيرة وفيها خيرة. إلا قول لي يا طيب، هو ما قالكش يعني هو هيديك كام؟ لا قال لي طبعا، بس أنا بقى مش هقول لك علشان أسيبك كده تهري وتاكلي في نفسك.
على فكرة أنا القصة اللي جاية هكتبها عنك، حتى إيه رأيك نسميها واحدة كانت نفسها؟ والله يا تيمو الدكتور بعد ما كشف على بابا مبارح للأسف قال لازم يخش المستشفى يعمل شوية تحاليل وأشعة وفحوصات. ألف سلامة يا معتز على بابا، ده بابايا هيزعل أول ما يعرف. لا مفيش داعي نبلغ سيادة اللواء بحاجة دلوقتي، استنى لما نشوف نتيجة الفحوصات إيه، يمكن كله يطلع تمام نبقى زجنا على الفاضي. أنت تاخد عربيتي وتروح دلوقتي وما ترجع تطمني. خلاص وأنا مش تأخر عليك، يلا باي باي. هي إيه حكاية صاحبك ده؟ معتز ده ابن أصول قوي، ده جده باشا من البشوات بتوع زمان، وبابا كان خلاص هيبقى بيه لولا الثورة قامت. يعني حاجة من الماضي كده. مفيش حال بيدوم يا ابني على رأي بابا. بقولك إيه، ما تيجي اعرفك على سماء ورحاب بدل ما احنا قاعدين لوحدينا كده. قصدك البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ ايوه دول، بدل ما احنا قاعدين كده مستنين معتز ما بنعملش حاجه. بس انا خايف اختك فوفه تطب علينا فجاه وتفهم حاجه غلط. يا ابني ما تخافش، طالما انا معاك ما تخافش. وبعدين فوفه دلوقتي زمانها نزلت مع بابا تشتري السجاد بتاع شقتكم. هاي هاي تعالوا تعالوا اقعدوا معانا شويه. هاي يا تامي، ده مين اللي معاك ده؟ انا اول مره اشوفه. حماده، حماده خطيب اختي فوفه ودكتور. اهلا يا دكتور، يا بختك يا فوفه، ده امه قوي. لا وحياتك كلنا امامير، وبعدين مش كده عشان فوفه ما تجيش تاكلك. عموما احنا مشغولين ومش فاضيين، عشان نبص لك ولا نبص لجوز اختك. ايه ده، انت نسيتيني ولا ايه يا رحاب؟ انت السبب، مفيش حاجه بتعملها الا بامر سياده اللواء بابا، وانا بصراحه بقى عايزه واحد حر نفسه مش ينام بمواعيد ويصحى بمواعيد. ومعتز بقى هو اللي يناسبك، عشان كده سبتيني ورحتي له. يا حبيبي انا ما كنتش معاك علشان اسيبك، ده احنا يا دوب لسه بنتعرف على بعض وليتك بتمشي بتصريح، وبصراحه بقى النوع ده ما يناسبنيش. هو انت بقى يا دكتور بتمشي بتصريح بعض؟ بقولك ايه يا سماء، ما تلعبيش في دماغه، الواد ده خام ومالوش في الكلام ده. لا مش خام قوي يعني، انا بس عندي شويه اخلاص لخطيبتي. قول بتخاف بقى. هو بيخاف وانت ما بتختشيش يا بنتي، ده جوز اختي. بقول لك ايه يا تامر، لو خايف عليه خليه يروح. خليك انت معاها يا تامر وملكش دعوه بيا، انا هظبط اموري. تعجبني. تعالى بقى يا حماده اعزمني على حاجه ساقعه. هي خدته راحت بيه فين؟ انت عارف سما ما بتتوصاش، لو خايف عليه الحقه وسيبني قاعده لوحدي. بصراحه بقى انا خايفه معتز يرجع ولاقيني قاعده معاك. اوكي اوكي. حماده حماده لو ما جتش اقول لفوفه.